يعني دلوقتي طيب كان في واقع مباراة أهلي وزمالك، أنا طبعا عشان كنت في بلعب متطرف على الجنب اليمين، وأنت والخطيب وغانم، أنا اللي سمعتها لما قربت كده، وبعدين كان الوقت الماتش كان واقف ساعتها، إن غانم غانم قال لك إيه؟ قال لك كان غانم جاب الجون الأولاني تقريبا، وأنا جبت التعادل، وزيزو جاب الجول التاني اللي هو كان بيعدل الكرافتة كده وبتاع. أيوه عملها كده صح. فأنا سمعت غانم بيقول للخطيب، بيقول له إيه؟ قال له خلاص بقى العشاء عندي النهارده، احنا كسبانين ونطلع الماتش كده. فالخطيب قال له لا انسى، احنا هنكسب الماتش ده. ايه الحاجه، الموقف اللي حصل ساعتها في الماتش؟ هو غانم بيقول له تعزمنا بقى انت، يعني تعزمنا انت بقى على العشاء النهارده. قال له لا 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 انا هعزمك انت اللي هتعزمنا. انت احنا متعودين ان انت تعزمنا. قال له هو كل حاجه انا، فانا دخلت في النص. قلت له يا غانم هم احنا مش بتفرق، مش مشكله، احنا اهم حاجه ان احنا نقعد مع بعض. عندكم حل كبير يا غانم. فالناس شافونا واحنا بنتكلم وانا ضحكت الجمهور. ايه اللي بيضحك دوت؟ وبداوا وماتش اهلي وزمالك، اهلي وزمالك، فطبعا هو اللعب واقف، اللعب واقف. لا وانا عايز اقول لك الحاجه، ما دي كانت الروح اللي بيننا وبين بعض في الملعب بالظبط. كنا نقعد نتكلم طارق الشيخ، كنا بنلعب اهلي وزمالك، بس الماتش اللي احنا كسبناه كان 2-0، كانت سنه 80. لا بلاش تحكيها، احكي حاجه ثانيه. فكان انا في مهام ليا ان انا العب بعد ما الكورة نفقدها، نلعب مع طاهر الشيخ مان. وكان نفس الحكاية عنده هو. تعليمات برضه. أيوة أيوة. انت على الخواجة، كنا بنلعب قدام بعض. فطاهر الشيخ تسبب في ان انا اتخصم مني 200 جنيه طاهر طول عمره. حتى جه ايه بقى ازاي، ايه اللي حصل؟ ما رضيش يديهم لي، انا خسران وعايز تاخد مني تاني. كان جه، انت لعبت كورنر، انت اللي لعبت الكورنر من ناحية الشمال، عملته باليمين كده. فانا بقعد انا مع طاهر الشيخ كده حاطه في صدري، ففجاه طاهر الشيخ ده راح سارقني يا مصطفى، وراح من ورايا وراح ملها في وش رجله ماشي من فوق. كان المدرب بتاعنا مايكل ايفرت، مايكل ايفرت بتاع المقاولين العرب. فلقيته بعد الماتش مش يقول لنا بقى مبروك بتاع، فجه بقى اللي انت كذا وعملت كذا وكان المفروض هيحصل كذا، ولو جه الجول ده كان ممكن. كان الكابتن حماده امام مدير كوره ساعتها، مدير دوك. ايوه، فانت مخصوم منك 200 جنيه عشان انت سبت الراجل دوت ولعب الكوره كده. شوف يا اخي ال 200 جنيه. انت عارف 200 جنيه في سنه 80 يعني كام؟ 200 جنيه يعني حوالي كام يا كابتن؟ 20,000 جنيه. لا حوالي 1000 جنيه. لا كانوا مبلغ. انت قديم قوي. لا كانوا مبلغ. طبعا. كانوا مبلغ. يعني يطلعوا دلوقتي مثلا بتاع 200,000 مثلا. لا مش 200,000. لا والله مش ما هي كده. ما تنطش قوي كده يعني. كام سنه؟ 40 سنه اهو. يعني كانوا مثلا بتاع حوالي 10,000 جنيه. لا يا مصطفى اكتر. اكتر؟ المهم. انت وزنت يعني؟ طيب. فانا صحكت 200 جنيه. ده انا اجرى لي حاجه. انت بص، احنا كنا بناخد كام؟ انا عارف احنا كنا بناخد، احنا العادي كان 30 و40 جنيه يا كابتن. احنا كنا بناخد في الشهر 60 جنيه كل اول عن اخر. بالظبط كده. اربع ماتشات تكسبهم الماتش ب 10 جنيه ونجوم. كان الماتش تكسبه ب 10 جنيه، لو كسبت الاربع ماتشات في الشهر ب 40 جنيه، و20 جنيه بدل انتقال، ادي اللي بتاخدهم.